التجربة ديال الحاكم زياش صراحة تجربة كبيرة، و يعني كنفتخر بها بزاف، معني ما غادي ننساها. هنقول لك علاش. انا كيفاش خدمت مع حكيم زياش؟ كنت مشيت لهولندا كيف قلت لك في كواليس باش نتسارع شي حاجه شي شويه، ولكن ندبر على روحي بحال شي واحد حرق. الناس كتمشي تحرق، علاش كتمشي؟ باش تسول الوضعيه ديالها. انا ما كنتش كنت محظوظ شي شويه، كنمشي في فيزا الحمد لله، كنمشي وكنجي هذا من فضل الله. مشيت بزاف اماكن باش نقلب على روحي، نشوف شي حاجه ليا افضل. لقيت الامور شويه صعيبه، ما عندكش الوراق، صعيب في اوروبا باش تخدم، هذا من جهه. وكنشكر بزاف الاخوان دول في قار اللي هما فرحوا بيا بزاف، و داك الشيء بحال خوهم، شي عندهم شي خوهم نساو ويلا تفكروه ياك، وانا كنت انا خوهم يعني تهلاو فيا بزاف وفرحوا بيا. وكاين عزيز دول في قار اللي هو اونسيان جوغ ديال ليكيب ناسيونال وديال اياكس امستردام، والاب الروحي ديال حكيم زياش. كندويو عليها، كان جا واحد النهار عندهم الدار، اتصل بيا عزيز ذو الفقار قال لي بغيتك تجي لعندي الدار، و راه كاينه شي حاجه مزيانه. مشيت عندو الدار الى اخره، كنلقى حكيم زياش. انا قلت له انا ملي فان ديال حكيم زياش، تصور كانوا رايحين اون فامي. حاجه وحده اللي غادي نقولها والله العظيم، الا كنت سلمت عليه من الحنك الحنك شويه. هو تيميد، عارف احنا مغاربه كيعجبنا شي واحد ولا هادي، كان يعني كيكون عندك داك الصالو من الحنك الحنك عندي. هو ما كانش واحد التجاوب، علاش ما كيعرفنيش؟ فاش بنقول لك. المهم طلعنا الفوق، حطيت الطبله ديالي، عندي طبل بليونت حطيتها قبل ما نخدم له. خدمت الصديق ديالو، من مورا الصديق ديالو معناتها دوي معاه بالهولنديه، معناتها شنو قال له حكيم زياش ويدير لك، ويطلع الطبلة. تصور الدراري اللي كان معايا قال لي شوف، قال لي راه كون ما تاقش فيك راه ما يمكنش يعطيك رجلو. وانا ديك الساعه كان عندي تحدي، طلع الطبلة بحال هكا، حيت هو قبل ما تدير ان مساج ان اتليت كيف ما بغى يكون، كل لاعب يكون بوكسو، المهم ان اتليت سبورتيف خاصك تكونسلتي لي ميسكل، تعرف ربما خاطك تشوف مثلا لا شوفي واش عامره، واش خاويه. كيفاش غادي نشرح لك؟ تشوف لينا واش مبلوكين، تشوف واش عنده مثلا لا شارج ديال لونطريمون، تشوف واش عنده شي كونتيزيون ميسكولير مثلا، كونتراكتور ميسكول، يعني خاصك تكونسلتي الميسكول ياك. لقيت عنده هذا الميسكول ديال الكوادريسيبس جامد، هذه حاجه وحنا ما غننساها. قلت لعزيز ذو الفقار، قلت له قول الحكيم هاد الميسكول هذا راه كله راه جامد، راه كاين دابا في الفريغو، دابا غادي نخرجوا من الفريغو باش غتولي هذيك لا فريشور. قال له لا، قال له لا، كنحس براسي مزيان. هادشي داك العام في ان شاء الله سالاو الله اللي يدير الشامبيونه. الوغ مني طريتات لي هذيك البلاصه فين عنده فيها لي دولور، عاد ديك لارا العز دور في قارت، قال له اه، قال له فعلا، قال له كانت كتضرني وانا ما عارفاش، يعني ضربات قدام اقسم لك يمين. هادشي راه كنلقاه حتى في عند اللعبه هنا ديال البطوله، لقيت عنده ضربه قديمه ما كانش عارفها وصافي. ومن بعد ارتاح للخدمه ديالي. المهم دار لي فيديو، ما كنشكره بزاف حيت انا ما نقدرش نقول لعاب كيسوى الملايير غتقول له دير لي فيديو ولا هادي شي شويه. لو لوندوما اتصل بيا صديق ديالي قال لي راه حكيم راه باغيك، مشينا عنده لامستردام. انا المدينه اللي كنت فيها ليلي ستاد بعيده على امستردام تقريبا واحد 40 دقيقه. مشيت مع خدمت مع لا سيونس الثانيه، وخدمت حتى مع بطل العالم ديال كيك بوكسينغ عزيز كلاح. ومن موراها كانوا مشاو الميريكان دو كونسونطراسيون باش يوجدوا الدوزيام تور ديال البطوله والشامبيونز ليغ.